السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الأذكار اللي خصنا نرددوا هاد الأيامات اللي العشر الأولى من ذي الحجة، واخا يعني دازت شي أيامات، وإنما إن شاء الله يدير لنا الله البركة في هاد الأيام اللي بقى إن شاء الله، خاصة نهار عرفة. الذكر الأول أحبابي في الله كان الإمام الشافعي كيوصي به الناس وكيقول بأن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو التكبير، اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. كان أحبابي في الله هذا الذكر هذا كان وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وصوا به الصحابة والتابعين، وكان عبد الله بن عمر كيكثر منه في هذه الأيام العشر، وكان كيرسل ولادو للاسواق باش يبداو يرددوا هذا التكبير اللي قلنا دابا الله اكبر والله اكبر حتى اخر الذكر. الذكر الثاني احبابي في الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احب الذكر الى الله خير ما قلت انا والانبياء في يوم عرفه، هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر الثالث أحبابي في الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الذكر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة هي البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.